السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع المشاهدين والمشتركين والمتابعين، تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. الأخبار تقول أنها وصلت تقريبا 151 ألف جرعة من لقاح جونسون، جونسون آند جونسون الأمريكي. بالله عليكم يا إخواني، الحكومة حقتنا ووزارة الصحة والمسؤولين عندنا في اليمن مش عارفين إيش احتياج الناس بالضبط، مش عارفين كيف يتصرفوا. العالم المغتربين، مساكين، أصحاب التأشيرات الجديدة، أصحاب الزيارات العائلية، كل الذين يريدون أن يسافروا من اليمن إلى المملكة العربية السعودية مرهون سفرهم بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينكا. ووزير الصحة الله يعطيه العافية وبقية المسؤولين في الحكومة اليمنية الموقرة يأتون لنا بلقاح جونسون. يا أخواني احنا مش محتاجين لقاح جونسون الآن، والله مش محتاجين له. بلغوا السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية أن الشعب اليمني ما يضرب لقاحات لا جونسون ولا أسترازينكا، فقط المغتربين علشان يدخلوا السعودية. أنا ما بعد شفت مزاحمات أو مثلا أسئلة من المواطنين أو من اليمنيين متى يأتي اللقاح، نبغى نلقح لكبار السن، للأطفال، للنساء، ما في، كل هذا ما في. المغتربين فقط يريدون أن يلقحوا علشان يرجعوا السعودية. طيب حضرتك يا وزير الصحة تطلب لنا لقاح جونسون ليش؟ أطلبوا لنا لقاح أسترازينكا، موعديننا من 15/8 إلى اليوم سوف تأتي اللقاحات بإذن الله، سوف تصل. وصلت جونسون، هل يجوز أن يستخدم الملقح لجرعة أسترازينكا أنه يلقح بجونسون أم أن فيها مخاطر؟ هنا السؤال يا أخي، اتقوا الله، خافوا الله يا أخي، والله حرام عليكم. المغتربين مجعجعين في المنفذ، مبهذلين في جميع محافظات الجمهورية منتظرين لقاح أسترازينكا. وبعدين بالله عليكم 151 ألف جرعة، المغتربين أكثر من 800 ألف في اليمن ينتظرون هذه الجرعة، وأنتم جايين لنا ب 151، يعني تبغونا نتقاتل عليها؟ الله المستعان. اتقوا الله يا وزير الصحة، اتقوا الله أيها المسؤولين. إذا كان أمر المغترب لا يهمكم فهذا المغترب أنظف وأطهر وأشرف جميعا، هو الذي يصرف على عائلته، هو الذي ينمي اقتصادنا في اليمن. أما أنتم عايشين في الرياض وعايشين في مصر وفي كل أنحاء الدول، الشكوى إلى الله فقط، الشكوى إلى الله. وفروا لنا لقاح أسترازينكا واتركونا من جونسون وكثر الله خيركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.